بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عند أطيب قلب وأحسن صياد، بقول مش هقول بعلي تاجر، صياد بيبيع سمك في حلقة السمك توحة. نورنا معك صورة بقى. هو الفتلة محدش يعرف هي من عيلة القرش. أنا لا مش من عيلة القرش، بس يعني لحمها ما فيهوش شوك. حدش الكلام ده، دي ملاش دعوه بالقرش خالص. ان دي ما بتعكش في الميه دي، بس لازم تسلخ يا ممدوح. لازم تسلخ. صوره بقى طبعا، طالما جينا في عمليه النظافه، معلم مين؟ اسلام. معلم اسلام، اسلام لطفي. دي هتجي لك يا اسلام مثلا، هتعمل فيها ايه؟ امسكها كده وقول دي ممكن. الاول لازم ايه؟ السلخ. لازم السلخ، دي ملهاش حاجه. ما حدش يضحك عليك ويقول لك جزل. لا لا السلخ. المعلم بتاع التنظيف بيقول لك اهو لازم ايه؟ السلخ. عشان جلدها؟ عشان جلدها. هو الفتله ليه ولا عليها في اكلها؟ انا بتكلم ان الطرق جلدها تقيل سلخ. الراجل ما يعرفش هيجي يشتريها. لا لا لا، واحد يقول له اعملها لي جزل. بس هو لو بتاع سمك عنده ضمير وبتاع يقول له ايه؟ لا هنكلم الراجل ما يعرفش، هتقول له ايه؟ لا انا اقول له سلخه طبعا. سلخه. بتسلخ؟ بتسلخ طبعا، والحاجات دي طبعا بتشال. الزعانف والمصارين والخشاشين ده كله. في بقى حاجه بتعملها ايه بقى؟ في زباين تقول لي من الاول هنا لهنا جزل. بتطلع له جزل، وباجي في الجنب اللي فوق ده عشان جنب عريض. بنعملها جنبين، جنب فليه وجنب جزل. وفي زباين بتقول لي حاجه ثانيه، تقول انا عايزها فليه مخلي، جنب فليه مخلي للاطفال الصغار والكلام ده، والجنب الثاني جزل. ده الكلام ده لو السمكه مش عايزينها تهدر. اما السمكه بقى لو عايزها فليه لا يقول عليها برضه. يعني تمشي فليه وتمشي جزل من هنا. طبعا شوك من هنا. لغايه هنا مثلا جزل. جزل. عايز جزل روعه. والجمل شيء تخش طاجن طبعا مدفونه، كل حاجه هتمشي معاها. ها؟ كل حاجه دي هتمشي يعني معها. هي الطاجن والمدفونه والشوربه صياديه، كل حاجه هتمشي معاها كده. بس انت بتتكلم لكن على ما تمشيش شو. بتتكلم على سمكه تمشي شو. اما لا ما حدش جربها بامانه. هي دي الطاجن معاك، شوربه مقلي، عايز تشويها على الفحم شغاله معاك. الله عليك صح. شوي على الفحم. انت جبت على الفحم بالزبده والتومه والكلام ده. جميله. اذا سمكه ما بتهدرش. لا دي ما بقاش هوري بصراحه. دي عرضها كده. دي ايوه كده الظهر بتاعها. بصوا يا جماعه نفسك كده. بصوا يا جماعه الظهر نزلها كده على الظهر. جزل يا اسلام. بس عم احمد ما شاء الله، الله اكبر تبارك الله. يعني بالف انا شوف اللي الكلام ده يا جماعه خبره من راجل متخصص. سمكه ما شاء الله من هنا عريضه. استاذ ظهر عريض. استاذ نظافه صح كده. من هنا عريضه. اهم حاجه بقى يا دوحه يا حبيبي حنين. في المتناول. اسعار السنار معقول في المتناول. يعني يا رب ما يعدي ال 100. لا 110. 110. طب لو قلنا 100 ماشي. شوف لان انا عارف السوق يا اسلام. انت يعني احنا متعلمين من ابوك الله يصلح. دي صحه. دي 100 يا جماعه جميله جدا. خدها فيها 7 8 كيلو 9. دي بقى عشان مدملكه كده تخدع الزبون. تخدع الزبون. 12 كيلو. 14 14 يعني 1400. مش خساره. ليه؟ ليه ليه؟ هتخش معاك في الثلاجه يا اسلام. لا لا ايوه وتخزنها. وبرده في ميزه يا عم احمد لمين دول، عشان برده احنا في اخر الموسم وفي حاجه مثلا لازم الكل يعرفها دلوقتي. في ناس مثلا بتقول لك ان السمك ما بيخش الثلاجه ومش عارف ايه اللي بيبوظ والكلام ده. لا طالما السمك داخل فريش هيفضل فريش. وطريقه التفريز بتاعها احنا اللي بنعملها لك. اي قول لي، قول لهم بقى طريقه تفريزها. تفريز يعني ازاي تجمدها وتحتفظ بيها؟ ان في الاستريش ما يخشوش هواء. يعني تغسلها وتصفي ميتها. وطبعا الدم بتاعها يتغسل والكلام ده كله. بس عشان خاطر ما يخشلاش هواء. بالاستريتش بعد. بالاستريتش. الله ينور عليك. صورة بقى يا عم. حاجة حلوة. داخلة صاحية، التلاجة تقعد معاك فوق الثلاث ما دام صاحية. وأنا معاك. فوق الثلاث شهور في فريزر تطلعها زي ما هي. دخلت صاحية تطلع صاحية. وريني لا وديني بطلها بيضة بيضة زي اللبن. الله ينور. على فكره ده بيعاكس دايما دوحه، بس دوحه بيطول باله عليه. كده كده بقول لكم ربنا يوسع رزقكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.